يسعد اوقاتكم جميعا اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل قرعه على جائزه سلاح الروبوت الهوانجي، سلاح الليزر الجديد النسخه الثقيله. فقبل ما نبلش لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ويلا خلونا نبلش. مبدئيا الاسماء اللي شاركه معنا بالسحب هن الاسماء اللي ظاهره قدامكم بالقائمه هي. عندي 39 اسم، اللي مو ظاهر اسمه بالقائمه فاكيد يا عنده غلط بالاجابه او ذاكر هاشتاغ غلط. فهي الاسماء اللي عندي اجاباتها صحيحه واجابتها كانت صحيحه. فبدون تاخير خلونا نبلش ونعمل قرعه وناخد اول رابح معنا لليوم. نقول بسم الله. يا اخي يا منصور، الف مبروك منصور، ما شاء الله عليك، حظك نار معي منصور ما شاء الله. هي ثالث مرة يمكن بيربح معي منصور. نقول بسم الله ونختار ثاني مشترك. عندنا زيرو، ألف مبروك يا زيرو. قول بسم الله وناخد ثالث مشترك. في عنا ألف فريدو، good luck Alfredo, you have win with us. اللي بعد منه المشترك الرابع أو الرابح الرابع لليوم، وين بي سامة. اخي انا بس كيك رايح كيميكا لازم ما ربحك. اي التعصب للانمي ما بحبه انا. اخر رابح معنا لليوم، نقول بسم الله ونسحب. ريمي، الف مبروك يا ريمي، مبروك عليكم السلاح الجديد. فالف مبروك للرابحين معنا، واللي ما ربحوا حظ اوفر. يعني بودي اني ربح الكل بس البركه كل مالكم عم تكتروا عم بيصير فرصه الربح اقل. منصور اظن انه حاجتك، يعني هي ثالث مره بتربح على التوالي. عم بمزح طبعا، ان شاء الله الف مبروك، خلص هذا حظكم وما فينا الواحد يقول غير هيك. فالف مبروك للرابحين، واللي ما ربح معنا فرصة افضل ان شاء الله بالمسابقات الجاية. في عندي تعليق بس اخير قبل ما انهي الفيديو. جاني بعض التعليقات السلبية على موضوع طريقة المسابقة، ومو عاجبهم موضوع الفورم، وانت مصعب الموضوع وانت عم تجبرنا انه نشوف الفيديو ومن هالقصص هي. انا بالنهاية شرحت لكم انه انا الطريقة هي عملتها كرمال ما يجي اي حدا من برات القناة، لا متابع ولا عامل شي من الاجانب الكترة، يعني اغلبهم انا ما قصدي على العرب ولا همي، انا بدي متابعيني العرب هن اللي يربحوا. لهيك الاجانب اللي عم يجوا من برا بيكون لا متابع القناة ولا بيهمه القناة عربية، فبيجي بس بيحط اسمه بيحط الهاشتاج تبعه وبيفوز. فكرمال ما يصير هذا الشي انا عملت هي الطريقة والفورم. اذا عاجبكم هذا الشي قولوا لي انه عاجبنا، اذا مو عاجبكم كمان قولوا لي مو عاجبنا. حاعمل تصويت حتلاقوه بالقناة بعد هذا الفيديو، حاسكر فيه سؤال انه هل عاجبكم الطريقة الاسلوب اللي عم بعمل فيه سحوبات، ولا ارجع للاسلوب الطبيعي اللي عم يتبعوه كل اليوتيوبر. فبس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. على اساس التصويت تبعكم راح يعني المسابقة الجاية حتكون يا اما نفس الطريقة او حارجع للطريقة العادية، انا بالنسبة لي اسهل لي اكيد. فبالنهاية القرار لكم، انا مو فارقة معي. اصدقائي بعد ما خلصت تسجيل اكتشفت انه الشاب اللي اسمه ون بيس عمك هو نفسه الفريدو، نفس الاي دي مكرر. بس للاسف اكتشفت هالشي بعد ما عملت سبمنت للاي دي، لهيك عملت قرعة باسم تاني، والاسم اللي ربح معنا هو الحمد لله، فمبروك عليك. واسم
او اي دي اللي هو ون بيس، بعته لإدارة الشركة بحيث يلغوا له الجائزة. فإذا ما التغيت مبروك عليك صديقي، بس المرة الجاية أي اي دي متكرر راح ما راح يدخل السحب. أنا للأسف ما انتبهت، هي فاتتني إنه عم يدخلوا ويسجلوا بإيميل غير الإيميل الأساسي باسم مختلف بس نفس الاي دي. وبس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى يكون هيك انبسطتوا واستمتعتوا، ومبروك للرابحين وحظ أوفر للي ما ربحوا، وبنشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.